يشعل خليل مع أفراد عائلته النيران على سطح منزله في قرية الباسوطة بريف عفرين كجزء من طقوس الاحتفال بعيد النوروز، حيث يقوم الأكراد ليلة 21 من آذار بإشعال النيران على الجبال وأسطح المنازل كرمز للحرية وللسلام. نحن طبعا كل سنة ب 21 آذار، طبعا ب 20 آذار عنا بيكون رأس السنة، يعني ب 20 شهر بنشغل النيران. طبعا النيران هل إشعال النيران هي ترمز للحرية والسلام. في اليوم التالي يخرج الأكراد باتجاه الطبيعة، هناك حيث يتم ارتداء الملابس التقليدية الفلكلورية للشعب الكردي والرقص على الأغاني الشعبية الكردية في إعلان لبداية الربيع وعام جديد. جايين هون على رجا عم نحتفل بعيد نيروز عبال كل سنة. أنا بقول أنه نحن أهل واحد، إن كان عربي أو كردي مين ما كان يكون، نحن أهل واحد ضمن عفرين، وجايين هون عم نحتفل، وبتشكر اللي عمل هالحفلة وهالرابطة وشكرا. على هذا الاحتفال قامت فيه رابط المستقلين الكرد بالتعاون مع جبهة التحرير والبناء، فهو نحن كشعب كردي على مدى يعني مئات السنين او الاف السنين عم نحتفل فيه. هو رمزيته الاكراد اعتبروه هو رمز للحريه والانعتاق من العبوديه والظلم. حقيقه نحن عم نشارك انه صار تقليد عنا، ونحن خاصه كسوريين صار له معنى اخر كون انه الثوره السوريه منطلقه. نحن بنريد الاخوه المشاركين من العرب معنا، رمزيته انه صار رمز للحريه والاستقلال إن شاء الله. لم يعد الاحتفال بعيد النوروز يقتصر على الأكراد حول العالم، فالعديد من الأشخاص يرون في هذا العيد رمزية الحرية والسلام والخلاص من الظلم أيا كان مصدره. يأمل الشعب الكردي الموجود في عفرين أن تتوسع مظاهر الاحتفال بعيد النوروز وأن تشارك فيه كل المدن والقرى لاعتباراته الرمزية والتراثية. هادي طاطين، تلفزيون سوريا، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.